السلام عليكم أخواني، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. هذا عبارة عن مخطط تنفيذي لأعمال مسابح، مسبح على شكل كلية، وعندنا هذا مقطع المسبح. لكن أنا اللي يهمني حاليا ويهمكم موضوع طبقات المسبح الأرضي. عندنا أول طبقة في الجدار، عندنا أول طبقة بلوك وورك 20 سنتي، بعدين عندنا طبقة من الجرانيت الخرسانة المقذوفة ومسلحة بشبك تسليح 10 ملم، بعدين عندنا 3 طبقات من العزل، بعدين عندنا تايل اللي هو السيراميك 25 بـ25، يجي سيراميك خاص بالمسابح مع لاصق خاص وجراوند خاص للمسابح. في الأرض نلاقي أنه عندنا 50 سنتيمتر BCC، وفي عندنا رود بيس أيضا 50 سنتيمتر رود بيس متكوك. هذه تقريبا التفاصيل للمسبح في المسبح الأرضي. في المسبح العلوي اللي يكون في طوابق المباني يستبدل البلوك بالخرسانة المسلحة، ويستبدل البي سي سي بالخرسانة المسلحة، ونسوي جرانايت ولكن مع شبكة حديد واحدة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولا تنسونا بالإعجاب والمشاركة. السلام عليكم.